شكله من الناس اللي بتطلع في التلفزيون ومعاهم فلوس كتير. لا انا مش نازله غير لما تديني فلوسي كلها الاول. خلص يا اخويا مش قادره. ايه ده؟ بس انتي تستاهلي القتل. شكرا. شكرا. بص الراجل اللي هناك ده كده شكله مريش. مريش بس شكله من الناس اللي بتطلع في التلفزيون ومعاهم فلوس كتير. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تاخد بعضك كده وتروح على الحمام وسيب لنا الموضوع ده. ما تستعجليش، ما انا كده كده اروح، بس المهم انت عارفه تعمل ايه؟ سيب لي الموضوع ده. ماشي، لو اتاخرت عليك هتلاقيني بره. ماشي. الو الو، ازيك يا قمر؟ الحمد لله. ازيك انت؟ انا كويس. انت قاعده من بدري ولا ايه؟ يعني شويه كده. مين اللي قاعد معاكي ده؟ تفرق في ايه؟ يعني ادينا بنتكلم عشان برضو ما يجيش علينا. لا ما تقلقش. قريبك؟ يعني جوزي. جوزك؟ وهو يعرف انك بتقابليني؟ هتفرق معاك فيه؟ لا تفرق. لا ما يعرفش. ما يعرفش. كويس. ايش؟ طب ايه رأيك لو خرجنا تمشينا مع بعض؟ يلا بينا. يلا بينا. اوكي. اتفضلي. ميرسي. ايه ده، هو البيت بعيد ولا ايه؟ لا بعيد ايه، احنا وصلنا خلاص. ايه ده، كل ده بيتك؟ وهيبقى بتاعنا النهارده. اوكي يلا بينا. لا انا مش نازله غير لما تديني فلوسي كلها الاول. فلوسك؟ يعني انا عندي البيت ده كله والقصر ده كله وتساليني على فلوسك؟ متخافيش، هديكي حقك. طب بص انا هجربك المره دي، لو طلعت قد كلامك هاجي معاك كل مره. أوعدك المرة دي عمرك ما هتنسيها. يلا بينا بقى عشان الليلة اللي طويلة عليكي. يلا بينا. ايه رأيك بقى يا حبيبتي في المكان ده؟ حبيبتك؟ حبيبي بالسرعة دي؟ فكله بتمنه. بص انا لا فاضية الحب ولا فاضية للكلام ده، بس طالما هتدفع عناية ليك. وانا مش بدفع شوية برضو. لا حلو الكلام ده. وحشتيني قوي يا رويدة. رويدة؟ ايه؟ هو انت مش عارف اسمي؟ هو احنا مش لسه متعرفين؟ معلش اسف. يا لا معلش، ما يعني جت في دماغي حاجة تانية كده. مهم بقى انا عايزك تزبطيني النهاردة. اوكي. انا عايزك بقى تيجي كده وتقعدي على السرير هنا. ايوه كده، دقيقه واحده جايبلك هديه حلوه. وجاي وريني. دقيقه واحده، عايزه اشوف المفاجآت. اتاخرت عليكي. لا وريني يلا. كنت بجيبلك الهديه. ايه ده، دي هديتك؟ انا قلت هتخش عليا بختم الماز ولا حاجه. دي اغلى من خاتم الالماس. ليه يعني؟ دي عبايه، دي بكام؟ ما تستقليش بيها، دي اللي بتفكرني بيكي يا رويده. رويده دي شكلك بتحبها قوي. انا عايز اشوفها عليكي. ممكن طلباتك غريبه بس ماشي. هتاكل منك حته. دي عبايه يعني؟ لا
مش اي عباية، دي عبايتك اللي انت بتحبيها يا رويدة. يا دي رويدة، تعالي اقعدي لما نشوف اخيتها. استنيني بقى لما اجيب لك احلى كوباية عصير هتشربيها في حياتك. ماشي. اشربي يا حبيبتي، اشربي العصير، تلاقيكي عطشانة قوي. اشربي كمان، العصير ده طعمه حلو قوي. انا عارف. اشربي كمان 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 كمان. بو مش قادرة عشان خاطر. بس مالك انتي احسن؟ مش قادرة. حاسة بايه؟ دايخة. دايخة؟ تستاهلي يا خاينة، تستاهلي. كلكوا كده خونة. مالك يا رويدة؟ خايفة؟ ما خفتيش مني وانتي بتخونيني؟ مش مهم، بس انا جه الوقت اللي ياخد حقي منك. هتشوف الموت بعنيكي قبل ما يتمكن منك، وانا هقعد اتفرج عليكي واشغل الاغنية اللي انتي بتحبيها. مع السلامة يا رويدة، مع السلامة. تعالي يا عمر. بس اكيد اخوان ما نتفرج. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ده بيتك؟ ده بيتي. انت شكلك بكت ومريش قوي يعني. ايه رايك؟ لا انت شكلك من البهوات حاجه كده. قبها عجبك البيت؟ جدا يا اخويا والله الحلاوه دي. لا ده انت لسه هتتبسطي الليله دي قوي، هتبقى اسعد ليله في عمرك. النظرات دي يا اخويا في ايميلك، ما تقلقنيش من الاول. ليله عمرك ما هتنسيها. بقول لك ايه، ما تيجي تفرجك على البيت. مش لما ناخد على بعض الاول؟ تعالي تعالي يا رويد. رويد ايه يا اخويا؟ انا اسمي ساره. اسف يا ساره. تعالي يا ساره. ايه الريحه دي؟ عجبك؟ ده البرفان بتاعي ده، خلي بالك ده اوريجينال، جايباه ب 300 جنيه. اوريجينال؟ تركيبه والله جايباه من على اول الشارع. حتى شم كده. ايه القرف ده؟ استنى. ايه القرف ده؟ تعالي تعالي تعالي. انت الخسران. تعالي انا هجيب لك برفان احلى من ده. تعالي لما اشممه لك. تعالي معايا. يلا بينا. ليش يا اخويا في السؤال؟ انت عايش في المكان ده كله لوحدك؟ بس لا شايفاك لا عيل ولا تايل ولا شايفه مراتك. انت مالك انت؟ مالكي في نفسك؟ خلاص يا اخويا ما تتعصبش كده. انا كنت بسال بس لمراتك تطب علينا. لا ما حدش هيطب علينا. وبعدين روق كده، احنا مش جايين ننبسط. فك كده يا اخويا والله. صح عندك حق، لازم ننبسط. وانت فاكر ايه؟ انا جايب لك كده ايه؟ وريني بقى دلعني. اه دي هنا؟ وانا هروح اجيب لك الهدية واجيلك. مستنيك.
انت جيت؟ اتأخرت عليك ايه؟ لا يا روح، وحشتك صح؟ قوي قوي قوي. كنت بجيب لك هديتك. توريني بقى. خدي البسيها. ايه ده يا اخويا جعبية؟ اه عارفكوا يا بتوع العبايات السمرة، هتليق عليكي قوي. طب يا اخويا هلبسها واشوفها. قومي قومي البسيها، عايز اشوفها عليكي. طب يا اخويا هلبسها. وريني. مغمض عليك الاول. يلا. ايه رايك بقى؟ عجبتك؟ تجنن تجنن يا روحي. رويدة تيجي طلعنا في البخت ولا ايه؟ لا قول لي يا اخويا مين رويدة دي؟ تكون الحب الاول. تعالي تعالي بقى لما اقول لك مين رويدة. ايوه كده يا اخويا، خير افتكرتني. اشربي. من يد ما نعدمهاش. اشربي كمان. ايه ده اخويا؟ خلاص يا اخويا مش قادره. ايه ده؟ طب كده هادي. مالك؟ الدنيا بتلف بيا مش قادره. دايخه؟ طب ريحي. ليه خلتيني اعمل فيه كده؟ ده انا كنت بحبك، بس انت اللي خنتيني. انا عملت كل حاجه عشان اساعدك، وكان ده جزائي منك، بس انت تستاهلي القتل.